أنا رأيي في هون تشكر والله لازم يعني أنا الدكتور اللي فحصك أنا يا أخي هون طبعاً نحن إجباري لازم يطلع على شيء هون خراج أو كتلة اللي فيه صايرة على طول قطع حالي. في هون عندي أنا عم بس شيء واضح للخلف 90% مش بحصل شغلي سنين تشكل تشكل كنيسة تشكل خراجة ليفي عم يضغط على حالي عرفت شو علي باقي تصورني واكيد 90% انت مقتنع بحكي يمكن بس مشكلة تصرف بس نتصرف انا اذا ما كان وضعي غير الوضع هذا يعني بدها طبق محر لازم نكون متفقين على الموضوع هذا يكون او طبق ليكم ماشي طب خلي شوي يفرجوا التصوير طبق ما اذا ما في التقرير صعب في موجود التصوير كثير خير ان شاء الله بعدين انا بحكي بسم الله الرحمن الرحيم انا كنت احد امراء اقتحام حادث المصاص اللي اتصابت عليه الحمد لله والان الطيران الروسي وطيران الدنيا كلياتها عم يقاومنا ويضرب علينا نحن ابقى تجمع العزي ان شاء الله ما تم فينا نفس راح نقاوم وندافع عن ارض بلادنا عاشت سوريا حرابي الله اكبر